اول حاجه الاداء المنتخب كان فوق الرائع، ممتاز جدا جدا. اما التنظيم ما شاء الله عليه كان حاجه محترمه وحاجه مشرفه لمصر كلها. بالنسبه لاداء المنتخب كان بالنسبه لي انا كان رائع، وبدايه ان شاء الله بدايه قويه، وربنا يوفق المنتخب ان شاء الله. محمد صلاح كان اول كان هيجيب جون كان ضاعت منه، كانت حاجه تزعل الناس. طب انت شايف ان مصر هتكسب البطوله دي؟ ان شاء الله. والماتش الجاي بقى تتوقع مين اللي يغلب بقى، مصر ولا اوغندا؟ مصر. هو الاداء يعني مش مطلوب قوي بالنسبه للمباراه افتتاحيه، كان اهم حاجه 3 نقط، فاخدنا 3 نقط، لكن المستوى هيزيد اكيد. يعني انا راجل تربيه رياضيه وفاهم حمى البدايه الاولانيه ديت لازم هيحصل فيها المشكله ديت. يعني شفت التنظيم امبارح ازاي وحفل الافتتاح؟ كان رائع طبعا، يعني حاجة مبهرة للعالم كله بصراحة، يعني حاجة كانت تشرف مصر فعلا. يعني لا، هو امبارح كان المنتخب كان بيتسم بالفردية، كل لعيب عايز يظهر نفسه، بس كانش فيه لعب جماعي. لو هنبتدي نلعب اللعب الجماعي بتاعنا هيبقى شكل منتخب مصر حاجة تانية خالص. يعني مفيش كرة من غير جمهور، فجمهور كان رائع ومستوى عالي جدا، ما حصلتش مشكله واحده ولا كلمه واحده. انا شايف تنظيم اكتر من رائع، وشايف ان الجمهور طبعا كان على درجه عاليه من الوعي، وهو ده جمهور الكره المصريه، وهم دول المصريين. المصريين وقت الالتفاف حوالين المنتخب او اي شيء بيجمعهم بيبقى فعلا بيظهروا بالشكل الرائع اللي يناسب مصر ويناسب الكره المصريه. وان شاء الله يبقى في اداء احسن الفتره الجايه. انا بعتبر ان امبارح ده كانت خطه لسه جس نب، وان شاء الله فمنتخبنا في الاحسن والافضل، والبطوله من نصيبنا بامر الله. احنا بنهني انفسنا والقياده السياسيه على التنظيم الرائع، وانا بصفتي رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب انا جاني يعني يمكن برقيات تهنئه من جميع الاخوه الزملاء في الدول العربيه بالتنظيم الرائع اللي موجود ده والانبهار اللي حصل. ده طبيعه الشعب المصري وده طبيعه الانسان المصري اللي بيتحدى وبيتحدي بنفسه، وبيقدر ان هو في زمن قياسي بسيط جدا انه يعمل شيء روعه. من امبارح شيء كان رائع كلنا تشرفنا بيه، ده بالنسبه للتنظيم الرائع، واحنا يعني بنهني انفسنا والقائمين على الموضوع التنظيم ده. انا عن نفسي ما كانش حد متوقع حاجه زي كده، يعني انه يبقى تنظيم زي اي تنظيم حصل قبل كده في كاس الامم الافريقيه، لكن المره دي في مصر كان شيء رائع يدعو للفخر واعتزاز بالنفس واعتزاز بمصر. بالنسبه للمباراه انا شايف من وجهه نظري الشخصيه ان يمكن معظم مباريات الافتتاح بتبقى حاجه زي كده، لكن انا كان ليا بعض يعني التلميحات او التعليقات البسيطه اللي موجوده. انا مش مدير فني ولا اي حاجه، ولا بنفس الوقت كمان من حقي ان انا اتدخل، بس انا كنت شايف في تغييرات كانت ممكن تبقى افضل من كده. الحاجه الثانيه كمان ان احنا ما كناش بنلعب بالمستوى اللي هو موجود. انا اتمنى ان يحصل فيه بعد كده في يبقى انسجام اكبر، يبقى في نسيان احسن، وان شاء الله نوصل للدور النهائي، وان شاء الله ناخذ البطوله ونفرح الشعب المصري، وربنا يباركنا ان شاء الله وربنا يكرمنا ان شاء الله. طبعا انا اولا بمسي على الكابتن نجمنا الكبير الكابتن اسلام الشاطر، وبتكلم طبعا بالنسبه للبطوله الافريقيه النسخه دي فخر لكل المصريين، وحسستنا طبعا بحاجه جميله جدا، دي اول مره نشوفها، مستوى رائع جدا جدا، نظام ما حصلش، حاجه فوق الوصف. يعني احنا مهما كنا نتخيل ما كناش نتخيل الصوره دي اللي هي الصوره الجميله قوي دي. انا كان نفسي نبدا الافتتاح بافضل من كده شويه. لعيبه طبعا على اعلى مستوى، لعيبه كلهم نجوم، محدش يقدر يقول حاجه، بس ناقصنا في سلبيات كانت واضحه امبارح. مش هو ده الماتش المأمول اللي احنا كنا ننتظر منه، يعني احنا كنا ننتظر كتير قوي في الماتش ده بصراحه، والحمد لله 3 نقط برضو دول يعني دول الاهم. يعني تنظيم امبارح كان اكتر من رائع طبعا، وبعد كده انا واحد عايش في مصر وعايش في البرازيل وبشوف التنظيمات في الدنيا كلها، التنظيم عندنا كان امبارح فوق اكتر من رائع طبعا، مش محتاج كلام، يعني ابهر العالم كله، وكان حاجه طبعا ممتازه جدا جدا. يعني والله مباراة افتتاحية طبعا ده طابع المباراة الافتتاحية في أي مكان في الدنيا بيبقى ليها طابع خاص، يعني إنما هي كانت مباراة موفقة مبدئيا يعني إن شاء الله. شفت الجمهور وحضور الجمهور إزاي؟ بقى لا 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 ده حدث ولا حرج بقى في الجمهور، يعني ده حاجة
الله اكبر، نتمنى تبقى كده على طول يعني ان شاء الله. في الاول انا بمسي على كابتن اسلام الشاطر، كابتن نادي الاهلي وكابتن منتخب مصر وكل جماهير الكره العربيه. اللي حصل امبارح ده كان حاجه لا توصف في جمهوريه مصر العربيه قبل كده. احنا ما شفناش الكلام ده في جمهوريه مصر العربيه قبل كده. المباراه لحد ما كانت افضل في الشوط الاول، بس الشوط الثاني المنتخب تراجع بطريقه غريبه جدا. التغييرات ما اضافتش كتير في المنتخب، بالعكس بل اضرت بالمنتخب. هو طلع مروان محسن على امل انه يحط محمد صلاح حر واداله في الجنب الشمال، بس هو كده عرضه للرقابه اللصيقه يعني.